هذه ليست أراضي صحراوية، وإنما أراضي تقع بإحدى أهم المناطق الفلاحية بتسمسيلة. بداية ظهور اللون الأصفر وتسلله إلى الحقول الخضراء بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة وشبح الجفاف أصبح يخيف الفلاحين ومربي المشية بتسمسيلة. السنة الجفاف فور ماشي جفاف، جفاف بزاف، جفاف سنة فور كاع. نرى في عمري 60 عام مازال ماش نهاش، ملي عقلت ما عقلتش الجفاف كما هذا، ملي عقلت ما عقلتش العام هذا، العام هذا صعيب شويه كاع، العام هذا صعيب. راه مسمس كاع تنا الفلاحه، الفلاحه كاع راه مس الفلاحه، والفلاحه راه تنتظر من الدوله باه يعاونها، يعاونهم الدوله تعاونهم شويه. هذا الجفاف غلب عليهم، الجفاف مع الزراعه، القمح والانكري مع كلش غالي، كلش غالي. بن عبد الله موال ومربي اغنام بدوار الضايا بتسمسيلة، بدأت المخاوف تراوده ولا حيل يفعلها مع مشيته إن لم تمطر السماء، فالكلاء شح والأرض بدأت تظهر عليها علامة الجفاف، ولا حلول سوى تحمل مصاريف العلف في الشهور المقبلة. أنا هذا ركبنا الواسم اللي هم ضرينا سنة في عام الجفاف، احنا ودي المولى ضرينا ياسر عام سنة، رغم عندنا رانا طالقينا راه الأرض حمرا كبيرة كيقولنا ما صابت ما تاكل، ولا والنخال هذه اللي دعمتنا بها الدوله رانا مخلصين 15 مازال ما عطاوناش ويعطونا خطره واحده في العام. الداخل عندهم 280 وبرا نشوف فيها 450. انا طالبين مسجد الولي يعاوننا ويشوف فينا كما هذا الاربع دير عايشين فيها احنا وخويا خدامه راهم معنا وما عندناش حتى ما خلصوا. حتى ال 15 ماي حتى ال 15 ماي حفيظ النهار تلاقاتنا ربي في النهارات بالك ترجع بالك ترجع ل مؤشرات سلبية تحوم حول القطاع الفلاحي، ويرى بعض الفلاحين أن تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة قد ينقذ الموسم الزراعي من شبح الجفاف الذي لم تشهده المنطقة منذ عقود من الزمن حسب كبار السن.